طيب الشكل بتاع المسألة بتاعنا عامل ازاي؟ عندي ترانسميشن لاين كونسنتريك بالمنظر ده. يعني ايه كونسنتريك؟ يعني عندي كوندكتور هنا جوه وكوندكتور بره وما بينهم عازل، والكرنت بيمشي في كوندكتور بيرجع في الكوندكتور التاني، ومدي لك الابعاد اللي هي الراديوس A والراديوس B والراديوس C، ومدي لك الطول وبيقول لك عندي دي سي كرنت 10 امبير ماشي في اللاين. يعني ايه ماشي في اللاين؟ يعني داخل من هنا وخارج من هنا، او في واحد يعني الكرنت فيه بوزيتيف والتاني الكرنت فيه بالنيجاتيف، ومدي لك كمان الكوندكتيفيتي. المطلوب الاولاني هو ان هو عايز ان انت تدي له الاكسبريشنز بتاعه الاتش في كل ريجون من الريجونز اللي عندك. فاحنا الريجونز بتاعتنا هي ايه؟ انا عندي هنا عندي الكوندكتور اللي جوه، وعندي كمان العازل اللي ما بين التو كوندكتورز اللي هو بالمنظر ده، وعندي كمان الكوندكتور اللي بره بالمنظر ده. يبقى عندي ريجون الار فيها اصغر من ايه، وريجون ما بين ايه وبي، وريجون ما بين بي وسي، وريجون اكبر من سي. فهنا عايزين نجيب ال H. انت هتجيبها ازاي؟ هتجيبها امبيرز لو. مش مطلوب ان انت تكتب الاثبات، مطلوب بس ان انت تقول لي الاكسبريشنز بس. انت علشان تجيب هتجيبها ازاي؟ بامبيرز لو تكامل H دوت دي ال بيساوي ال I انكلوزد. وال H لما تفك هتبقى ال H مضروبة في ال دي ال اللي هو طول المسار اللي انت هتاخده حسب الريجون اللي انت هتشتغل فيها، و ال I enclosed هو ال I اللي موجود جوه المسار ده. بمعنى انا لو مثلا هشتغل في الريجون الاولانية فهاخد مسار شكله كده، الراديوس بتاعه R اللي هو اصغر من A، فهيبقى طول المسار هو 2 باي R بيساوي ال I enclosed. يعني ايه I enclosed؟ يعني الكرنت اللي ماشي او اللي قاطع المسار ده، او اللي قاطع الاريا اللي هي المسار عاملها. فانا هنا انا مش واخد العشرة امبير كلها، انا واخد جزء منها بس. بما ان الكرنت ده دي سي يعني متوزع بشكل متساوي على الكوندكتور كله، فاقدر اقول ان الاي انكلوزد هي عبارة عن جي مضروبة في الاريا. مين الجي؟ هي الكرنت دينستي، ومين الاريا؟ هي الباي ار سكوير اللي هي محصورة جوه المسار اللي انا اخدته. طب الجي اجيبها ازاي؟ الجي هي بكل بساطة عبارة عن الكرنت اللي هو العشر امبير مقسوم على الاريا الكلية بتاعة الكوندكتور اللي جوه اللي هي باي اي سكوير، او يبقى نقول هنا اي على باي اي سكوير. فبالتالي تقدر ان انت تجيب الاكسبريشن بتاع الاتش جوه الريجون الاولانية. طب الريجون التانية هيفرق معايا في ايه؟ هيفرق ان الاي انكلوزد هيبقى هو كل الكرنت اللي هنا، فهيبقى ال I enclosed هو ال I، وطول المسار هيبقى برضو اللي هو 2 باي R. تمام. طب الريجون التالتة اللي هي الريجون اللي هنا دي هيبقى طول المسار برضو 2 باي R، بس خلي بالك وانت بتحسب الكرنت دينستي هنا هو نفس الكرنت بس مش نفس الكرنت دينستي، يبقى هيبقى عبارة عن I مقسوم على الاريا دي. الاريا دي هي كام؟ هي الاريا الكبيرة ناقص الاريا الصغيرة، او الدايرة الكبيرة ناقص الدايرة الاصغر، يبقى باي سي سكوير ناقص بي سكوير. يبقى الكرنت دينستي في الحتة دي هي اي، بس خلي بالك ان الاي بالنيجاتيف. تمام. يبقى نقول ماينس اي، بما انه واخدين ان اي بعشر امبير يبقى ده طالما ناقص 10 امبير نحط هنا ماينس. تمام. طيب الاريا اللي جوه المسار، يبقى احنا لو واخدين مثلا، تعال نشوف ايه نعملها بس بلون تاني، وليكن مثلا نعملها بأحمر. لو انا خدت المسار بتاعي بالمنظر ده، فالاريا اللي انا واخدها هي الفرق ما بين الار اللي هي بتاعت المسار وال بي، يبقى الاريا اللي هاخدها هي باي ار سكوير ناقص بي سكوير.
تمام. المهم هيبقى باين قوي ان الاتش فيها هيبقى بصفر، لان الاريا اللي انا هبقى واخدها هيبقى جواها اتنين كارنتس قد بعض وعكس بعض ماشيين، فهيبقى التوتال كارنت بصفر، فالاتش كمان هيبقى بصفر. فمهم هنوصل في الاخر ان الاتش هتساوي اربعة اكسبريشنز حسب الاربعة ريجونز اللي عندي، التلاتة ريجونز دول زائد اللي بره. فهيبقى في اكسبريشن لما تكون ال R اصغر من A، و اكسبريشن لما تكون ال R ما بين ال A وال B، و اكسبريشن ما بين ال B وال C، و اكسبريشن كمان لما تكون ال R اكبر من ال C، تمام. وهنا اكيد هتبقى بصفر. فالمطلوب التاني، طيب المطلوب التالت هو ان انت عايز تحسب ال power losses في كل كوندكتور الـ inner و الـ outer باستخدام الـ Poynting theorem، وهنقارن النتائج دي بالنتائج اللي طلعت من الحسابات اللوسز اللي هي I square R. فتعالى نشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. بالنسبة لـ I square R دي سهلة خالص. I اللي هو الـ current بتاعنا اللي هو الـ 10 أمبير. طب الـ R هنحسبها ازاي؟ اي ريزيستنس عايز تحسبها هي عبارة عن L على سيجما A، فال L واحد في الاتنين اللي هو واحد متر، السيجما اللي هي 10 أس 7، فاللي هيفرق الكوندكتور اللي بره عن الكوندكتور اللي جوه هي الاري. فالكوندكتور اللي بره، سوري الكوندكتور اللي جوه، تعالى نبدأ باللي جوه، الاريا بتاعته هي باي A سمول سكوير، والكوندكتور اللي بره زي ما قلنا برضو واحنا بنحسب الجي هتبقى باي سي سكوير ناقص بي سكوير. فمن هنا تقدر انت تحسب الريزيستنس بتاعت اللي بره لوحده وبتاع اللي جوه لوحده، وتجيب الباور اللي في اللي بره واللي في اللي جوه ان انت تضرب في اي سكوير. طب ايه حكاية الباور لوسز بالبوينتينج فيكتور او بالبوينتينج ثيرم؟ الاول دلوقتي احنا شغالين دي سي، فالاس اللي هو البوينتينج فيكتور هو عبارة عن E cross H. احنا جبنا ال H في المطلوب اللي فات، فهنجيب ال E، وال E هنا سهل جدا ان احنا نجيبه ان انت تستخدم العلاقة ان ال J بيساوي سيجما E. فاحنا معانا ال J في كل region، في ال region الاولانية كانت ال I على ال area اللي هي pi A square، وفي ال region التانية هي عبارة عن ال minus I على ال area التانية اللي هي باي سي سكوير ناقص بي سكوير. ولما لو قسمنا على الجي فالاي هي عبارة عن، سوري لو قسمنا على السيجما هي جي على سيجما، فتقدر ان انت تجيب الاي في كل ريجون من بتوعك اللي هما الاربعة ريجونز اللي عندنا، وطبيعي ان هنا بصفر وهنا كمان بصفر. ليه؟ لان هنا مفيش كارنت دينستي في الحتة اللي هي ما بين A و B اللي هي في الانسوليتور، وكمان في الهواء اللي بره برضو مفيش current density، فكمان ال E بصفر. فواضح ان هنا ال power losses هتبقى بس في الاتنين regions دول، وده الطبيعي ان ال losses هتحصل في ال conductor. فاحنا عايزين نجيب مثلا ال S، هنجيب ال power losses في ال inner conductor مثلا دلوقتي، فهنجيب ال S هي عبارة عن ال E cross H، وهنعوض عن كل R ونحط مطرحها A. ليه؟ لأن احنا عايزين نجيب في الكوندكتور كله يعني من جوه، تمام. فهنحسب ال H، وعايزين نجيب ال power losses، هنقول تكامل اللي هو ناقص تكامل S dot D S، ده هيديني power losses، وهيبقى كلها هتبقى بي مفيش كيو لان احنا شغالين دي سي. ال دي اس هتبقى عبارة عن ايه؟ فاحنا عندنا الكوندكتور بالمنظر دوا، فال دي اس هي الاريا اللي خارجة من الوش دوا اللي هتبقى في اتجاه الار، فهتبقى الاريا ار دي فاي دي زد، تمام. وهتعمل تكامل عادي زي ما انت متعود، وهيطلع لك اكسبريشن ديل بي، هتعوض بالارقام بتاعتك الاي والبي وهكذا لو احتجتهم يعني، و
الكرنت ب 10 امبير وتحسب اي الباور لوسز، وهكذا هتعمل نفس الكلام في الاوتر كوندكتور. فهتعمل الكلام ده برضو في الاوتر كوندكتور. هتعمله ازاي؟ ان انت دلوقتي الاوتر كوندكتور يبقى حاجة بالمنظر ده وكمان حاجة بالمنظر ده. فعشان تجيب اللي هو التكامل بتاع S dot DS، فانت دلوقتي عندك area هنا واريا هنا، فهيبقى في دي اس خارجه كده وهيبقى في دي اس خارجه كده، تمام. وهنا يعني وانت بتجيب على الاريا دي، يعني مثلا تعال نقول كده يتكامل في ناقص بره على الانر اريا وتكامل على الاوتر اريا. ففي الانر اريا هتشيل، انت هتجيب الاس، طبعا هتجيب اكسبريشن للاس بشكل عام قبل الخطوة دي. يعني انت هنا هتقول، يعني قبل الخطوة دي هتقول ايه؟ ان الاس بتساوي اي كروس اتش، ودول في الريجن اللي هي اللي فيها الار ما بين بي وسي. وهيبقى الاكسبريشن ده هتطلع في الاخر، الاكسبريشن هيبقى فيه ار، تبقى فانكشن في الار. هتيجي هنا هتعوض عن الار بكام؟ ببي. بينما هنا هتعوض في الاس عن الار بسي. هنا هيبقى الدي اس هيبقى في اتجاه، يعني الدي اس هيبقى في اتجاه ماينس يو ار، انما هنا هيبقى الدي اس هيبقى في اتجاه اليو ار، تمام. انت الاثبات بتاع امبيرز لو مش محتاجينه، بس يعني هتكتب بس الاكسبريشن بتاع الاتش، انما في المطلوب سي اللي هو حسابات الباور هتعمل كل الخطوات وهتعمل التكاملات كمان، وهتحسب كمان اللوسز باستخدام الاي سكوير ار في الانر وفي الاوتر. بعد كده بقى نبتدي نخش على البرنامج بتاعنا الكويك فيلد، وهنعمل شوية الحاجات المطلوبة دي. فأول حاجة إن إحنا عايزين ان احنا نرسم الماجنتيك فيلد، فدي طبيعي يعني ده عادي، هيبقى رسمة اللي هي كانت اللي فيها الوان دي سهلة وهنعملها مع بعض يعني سوا. تاني حاجة عايز يرسم البوينتينج فيكتور. تالت حاجة عايز يرسم الكارنت دينستي متوزع ازاي في الـ في الكوندكتورز. بعد كده عايز يرسم الاتش مع الريديوس بتاع الكوندكتور، اللي هي ده كان المطلوب التاني اللي هو زي اللي احنا رسمناه على الماتلاب. هنشوف نفس الكلام على الكويك فيلد. بعد كده هنستخدم التاب اللي هو اللي اسمه لوكال فاليوز ده عشان نحسب الباور لوسز في الكوندكتورز ونقارنها باللوسز اللي احنا حسبناها في المطلوب اللي فات. هنخش دلوقتي على الكويك فيلد. اول حاجة هنقول له create problem، او هتدوس هنا يعني new problem، وهتسمي البروبلم بتاعتك وعايز تسيفها فين. هنقول له next، هيقول لي بعد كده اختار نوع البروبلم. احنا المسألة بتاعتنا علشان يعني لو بصيت في اخر مطلوب هتلاقي ان احنا نحتاج نغير الفريكونسي، فتعالى ان احنا نعملها AC magnetics ونحط الفريكونسي بصفر في الاول عشان نشتغل DC. بعد كده لما نيجي نشتغل AC دوبك هنغير الرقم بتاع الفريكونسي بس. اليونتس هنشتغل بيها هنا سنتي، الكوردينيت سيستم كارتيزيان عادي، بلين بارلل، ال L كان 1 متر يعني 100 سنتي، تمام. اقول له فينيش كده، خلاص انا عملت البروبلم بتاعتي وحطيت السيتنجز بتاعتها. عايز دلوقتي ان انا ارسم المسألة، فهتعمل insert shape مثلا، عايزين دايرة نقول له كده سيركل. فأول واحدة اللي هي الـ A كانت 5 سنتي، فهتقول له هنا الدايمتر 10، بوزيشن 0 0 محطوطة في النص، وتقول له insert عادي. هنا لو لقيتها صغيرة هتعمل كده زوم ان، تقدر ان انت ايه تكبرها زي ما انت عايز، وهكذا وهكذا هتعمل كده insert وتدخل الدايمنشنز اللي هي التانية
برضو انسيرت سيركل وتحط الديامتر، وطبعا بوزيشن كله عند 0 0. فهتعمل دايرة تانية اللي هي ال R ب B، بعد كده دايرة ال R C، ال R اللي هي ال radius التالت يعني، وبعد كده دايرة اللي هي بتاعة ال boundary. ادي رسمنا الدوائر بتاعتنا، فده ريجون دي بتمثل لي الكوندكتور اللي جوه، وادي الانسوليتور الكوندكتور اللي بره، ودي الهواء اللي بره. وسميت كمان كل واحدة، فسميت دي البوزيتيف ودي انسوليتور، ودي سميتها نيجاتيف ودي سميتها اير، والباوندري دوا سميته باوندري. تمام، فهاجي على باوندري هعلم على اول واحدة. تمام اوكي، هتلاقي العلامة دي اختفت. عايزين بقى نبتدي ان احنا نعرف واحدة واحدة من دول. فدي انا كنت مسميها بوزيتيف، فاعمل دبل كليك هنا، هقول له الميوب 1، الكوندكتيفيتي كانت 10^7، فهكتب 1E7، 1E7 يعني 10^7. الفيلد سورس هو توتال كارنت، مش فولت، وهحط هنا 10 أمبير، وأقول له أوكي. وهاجي في النيجاتيف هعمل نفس الكلام، أدي 1E7 كارنت ناقص 10 أمبير. أوكي، وأدي هنا في الإنسوليتور دبل كليك، إنسوليتور الميو بواحد والكوندكتيفيتي بتاعته بصفر، وأقول له كده تمام. والاير برضو نفس الكلام، ادي هو الاير، ادي 1 ومفيش فيلد سورس، واقول له اوكي. كده احنا عرفنا كل حاجة. هتعمل كده بيلد مش، هتلاقي المش اترسمت على طول. بعد كده هتقول له سولف، عايز تسيف، يس اوكي. وادي النتائج بتاعتنا، ادي الكرنت دينستي، ده كان احد الحاجات المطلوبة. ولو لقيت دي مش ظاهرة عندك، لو دوست هنا هتظهر لك. هنا رسم لنا الكرنت دينستي. عايزين نرسم باقي الحاجة، هتيجي هنا على العلامة دي اللي هي فيلد بيكتشر بروبرتيز، هتلاقي عايزين احنا نرسم الاتش. فهنرسم الاتش ازاي؟ هو هنا رسم كلر ماب معلم اوتوماتيك على الكرنت دينستي التوتال، فاحنا عايزين نرسم الاتش. فهتنزل كده هتدور على اتش، ادي اهي سترينث اللي هي الاتش. لو قلت له ابلاي هتلاقي على طول الاتش رسم، الرسمه دي اتغيرت بقت الرسمه بتاعه الاتش. طب عايزين نرسم الاس، عايزين نرسم الاس، فدور هنا هتلاقي بوينتنج فيكتور، ادي بوينتنج فيكتور اس. وعايزين نرسم كمان الاتجاهات بتاعته، فالاتجاهات كانت في الفيكتور بلوت، هندوس كده فهيظهر لي الاختيارات دي، فهختار بوينتنج فيكتور واقول له كده ابلاي. فالاسهم هي في اسهم مرسومه بس صغيره، فاحنا لو غيرنا كده مثلا سيل دي خليناها، يعني نشوف لما نكبرها ايه اللي هيحصل. لا ما حصلش حاجه. طب لو صغرناها برضه نفس الكلام، نغير السكيل مثلا، نجرب كده نخليه 10، ما حصلش حاجة. 100، ابتدت الأسهم تظهر شوية. 200 اهو ابتدت الأسهم تبان. عايزين نكبر تاني، ادي 500 مثلا، نخلي السيل دي 2 سنتي. يعني لو خليناها دي رجعناها 1، خلينا دي 600. احنا كل ده بنجرب بحيث ايه نوصل لشكل الأسهم، أو يبان شكل الأسهم تبقى باينة قدامنا عشان نعرف ايه نشوفها. تعال نشيل الألوان دي apply، ونشيل كمان الفيلد لاينز apply عشان يبان عندنا شكل الفيكتورز. فهنا باينة ان البوينتنج فيكتور في الكوندكتور اللي جوه الباور داخله اتجاه البوينتنج فيكتور، هو بيحدد لي اتجاه الباور، فالباور داخلة على الكوندكتور اللي جوه، وهكذا هنا باور داخلة على الكوندكتور اللي بره. فده معناه ان اللي بيحصل هنا باور داخلة ومش خارجة، يبقى الباور دي راحت هنا جوه.
وهكذا هنا الباور دي داخله كله داخل ومفيش حاجه خارجه، يبقى دي لوسس كمان هنا. فهي دي فكره البوينتنج فيكتور، ان هو بيعبر لي عن اتجاه الفلو بتاع الباور. ولما بعمل انتجريشن على كلوزد باس فانا بقارن اللي خارج باللي داخل، فلما بعمل انتجريشن الفرق ما بين اللي خارج واللي داخل هو الباور اللي راحت في الميديم ده. فعندنا هنا لو عملنا انتجريشن هو كله داخل، يبقى كل ده يبقى كل ده باور لوسز، وهكذا هنا كل ده داخل في الكوندكتور ومفيش حاجه خارجه، يبقى كل ده لو عملنا انتجريشن ده هيبقى باور لوسز. تمام. طيب تعال نشيل البتاعة دي كده ونرجع الرسمة بتاعة الفيلد. ادي اوكي، مرسمش كلر ماب اهي. اوكي ادي الرسمة بتاعة الفيلد. كان في المطالب عايزين نرسم الاتش بيتغير ازاي مع الار، فاحنا عايزين الاول ان احنا نحط كونتور يرسم عليه. فهنحط كونتور، هتلاقي اد لاينز تو كونتور، اول نقطة اللي هي 0 0، تاني نقطة اللي هي 0، والراديوس بتاع الدايرة البرانية اللي احنا اللي انت حددتها، يعني حسب انت كل واحد رسمها بكام. انا مثلا خدتها 24 سنتي الديامتر، فهنا هتبقى 12 اد لاين، او لا اللي هي العكس ديليت، هي الاكس ب 12، انتر نعيد من الاول بس. ادي 0 0 و12 و0 اد لاين، هتلاقي الخط اترسم بالمنظر ده. مجرد ما هتيجي هنا على الايكون دي اكس واي بلوت هتدوس، هيرسم لك الاتش عامل ازاي في الريجون بتاعتك. هتلاقي عندك هنا بيزيد وبعد كده بيقل وبعد كده بيقل اكتر وبعد كده، المهم ان هو في الاخر بينزل للزيرو. وارد ان انت تلاقي شوية ايرورز في الحلول، او تلاقي سنة اختلافات لان عدد النودز قليل. يعني انت لو رجعت هنا، تعال نرجع للمسألة اهي، تعال نشوف هو واخد كام نود. هو واخد يدوبك 155 نود، فال الاكيوريسي ضايعة خالص يعني. فالمهم ان احنا ايه، يعني وصلنا لشكل اقرب ما يكون للشكل اللي احنا كنا عايزينه. تمام. اخر حاجة احنا عايزين نجيب الباور لوسز، فهنجيبها ازاي؟ احنا قلنا هتلاقي في السؤال بيقول لك ايه هنت، استخدم لوكال فاليوز. ايه لوكال فاليوز دي؟ هتلاقي هنا تاب، يعني هنا هتقف ده، لا مش عايزينه، هي دي لوكال فاليوز. هتدوس كده هيقول لك حدد لي نقطة عايز تحسب عندها اللوكال فاليوز، يعني هتقف على النقطة يحسب لك كل حاجة في النقطة دي. ف نقطة كده جوه الكوندكتور اللي جوه، هتلاقي راح حاسب لك كل حاجة. فاحنا هناخد الباور لوسز، طبعا ايه مفيش كيو المفروض اصلا، ف كيو دي ايرورز يعني، فهناخد الباور لوسز اللي هي البي، وهكذا في الكوندكتور اللي بره اللي هو دوه برضه، هتلاقي انت تقدر تجيب الباور لوسز بتاعتك. فكده احنا خلاص عملنا عند الدي سي. تمام. اخر مطلوب كان هو مجرد ان انت هتغير الفريكونسي وهتشوف تأثير الفريكونسي على الكارنت دينستي. فهتيجي هنا هنغير الفريكونسي ازاي، بدل ما تروح تعمل مسألة جديدة، وبدل ما تعمل مسألة جديدة نسخة من المسألة الاولانية، كل اللي هتعمله ان انت هتدوس كده problem properties، هتلاقي هنا فريكونسي تقدر تغيره، هنخليه 50 هرتز، وهدوس اوكي. هيقول لي هيغير في الريزلتس، اقول له تمام سولف. هتلاقي هنا رسم لك الكارنت دينستي بالمنظر ده. فمفروض انت هتقارن ما بين رسمة الكارنت دينستي في الـ AC ورسمة الكارنت دينستي في الـ DC، وتقول لي ليه الكارنت دينستي هنا بالمنظر ده، يعني الألوان هنا بتتغير، فالقيمة في النص غير القيمة على الأطراف، وهكذا في اللي بره برضو قيمة على الأطراف غير القيمة هنا في القريب. فمفروض تقولي تفسير الكلام ده ايه، وليه في الدي سي مش حاصل نفس الكلام ده.
فنقول تاني اخر مطلوب، اخر مطلوب ان انت هتغير الفريكونسي ل50 هرتز وهتحافظ على الماجنيتيود بتاع الكرنت هو هو، مش هتغير في اي حاجة. هترسم الفيلد زي ما عملنا في الدي سي، وهترسم برضو الكرنت دينستي زي ما عملنا في الدي سي، وهتقارن الكرنت دينستي بتاع الدي سي مع الكرنت دينستي اللي طلع هنا، وهتستنتج او هتقول لي ليه حصل الكلام ده في الاي سي.